نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. إلى سوريا، حيث استشهد وجرح عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال في قصف لطائرات التحالف بقيادة واشنطن على قرية تخار شمال منبش في ريف حلب، وفق ما أكدت تنسيقيات المسلحين. وكان المرصد السوري المعارض قد أكد استشهاد 20 مدنيا على الأقل في غارات للتحالف على منطقة الحزاونة الشمالية في المدينة المحاصرة، حيث تخوض قوات سوريا الديمقراطية قتالا عنيفا مع مسلحي داعش. وفي السويداء، أعلنت الفصائل وجماعة من اللجان الشعبية توحدها تحت قيادة الدفاع الوطني. هذه المبادرة بحسب الفصائل جاءت بعد عدة محاولات للعب على تركيبة المجتمع المحلي. رولا بحسون. تحت قيادة الدفاع الوطني وإنشاء غرفة عمليات موحدة، أعلن 50 فصيلا وجماعات اللجان الشعبية في السويداء توحدها خلال اجتماع عقد في مقر قيادة الدفاع الوطني بحضور قادة الفصائل. جاء الإعلان: نحن مجموعات فصائل الجبل اتفقنا على توحيد الصف بالمؤازرة للدفاع الوطني، الوقوف خلف الجيش العربي السوري لحماية سوريا وحماية الجبل. خطوة الإعلان هذه شرعت الأبواب أمام خطوات أخرى، عمليات التأهيل والتدريب وتنظيم الانتشار على ساحة المحافظة وفي جبهات القتال باتت معالمها تلوح في الأفق. استجابوا لهذه المبادرة لتنظيم جهود بغرفة عمليات وحدة وغرف قتالية وحدة تحت مسمى فصائل الجبل. مباركة مشيخة العقل في المحافظة ساهمت في توحيد جهود تلك الفصائل. الحفاظ على السلم الأهلي والأمن والاستقرار تصدر أولى صفحات هذه المبادرة، مبادرة قد تساهم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها المحافظة من المجموعات المسلحة المنتشرة في أريافها الشرقية. نبدأ النشرة من أخبار الميدان، حيث دمر سلاح الجوف الجيش العربي السوري مقارا وآليات لإرهابي داعش غرب البغيلية وغرب البانوراما في دير الزور وشمال شرق مفكر شرقي وتل شمار وراسيات الحمرة وتبرت الديبة وأبو حنايا وقليب الثور في ريف حما الشرقية. وذكر مصدر عسكري أن وحدة من قواتنا المسلحة قضت على مجموعة من إرهابي جبهة النصرة في جمرين ودمرت سيارة بما فيها في وادي الزيدي وأخرى في الخشاع بريف في درعا الشرقية. من جهة أخرى، ارتفع عدد ضحايا قصف الطيران الأمريكي والمتحالف على قرية تخار التابعة لمنطقة منبش بريف حلب إلى نحو 150 مدنيا. وذكرت مصادر محلية أن من بين الضحايا عائلات بكاملها نزحت من قرى مختلفة بسبب الاشتباكات بين إرهابي داعش وقوات مدعومة من الولايات المتحدة. ضبطت الجهات المختصة كمية من الذخائر كانت متجهة إلى المجموعات الإرهابية في جبل زاوية بريف إدلب. مراسلنا الحربي عصام محمود وهذا التقرير. بعملية نوعية وكمين محكم، ضبطت رجال القوى الأمنية المختصة كمية كبيرة من الذخائر كانت متجهة إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة جبل الزاوية. هذه المجموعات الإرهابية المسلحة التي تستخدم هذه الذخائر والأسلحة لقتل الشعب السوري. الأجهزة الأمنية ضبطت هذه الشحنة التي تحوي كمية كبيرة من الذخائر، ذخائر الرشاشات المتوسطة من عيار 14.5، بالإضافة إلى كمية كبيرة من ذخيرة المدفع مدفعية 23 وكمية أيضا من القنابل. أدوات قتل وإجرام كانت متجهة إلى أيدي القتلة من جيش الفتح وأحرار الشام وغيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة، لكنها الآن أصبحت في الأيدي الأمينة، أيدي الأجهزة الأمنية المختصة التي سترد رصاصهم إلى صدورهم وتدحرهم عن هذه الأرض الطاهرة. عصام محمود، التلفزيون العربي السوري.
حددت الحكومة في جلستها الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء رؤيتها لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تعترضه بما ينعكس إيجابا على المواطن والأسر الريفية الفقيرة. هذا ونتابع تقريرا مفصلا حول جلسة الحكومة في سياق هذه النشرة. بحث دكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين خلال لقائه السفير مانويل بسلر عضو المجلس الاتحادي السويسري للمساعدة الإنسانية رئيس وحدة المساعدة الإنسانية لدى وزارة الخارجية السويسرية، بحث علاقات التعاون بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد السويسري في المجال الإنساني وخاصة تعزيز المساهمات السويسرية في التصدي للاحتياجات الإنسانية التي فرضتها الأزمة في سوريا. وعبر المقداد عن أمله بتحقيق مزيد من التنسيق بين سوريا وسويسرا في مختلف المجالات. من جهته أكد بسلر استمرار رغبة الحكومة السويسرية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وعبر عن أمله بتعزيز التواصل والتنسيق بين الجانبين. ناقشنا بشكل أساسي مسألة الوصول الإنساني والتسهيلات التي تقدمها حكومة الجمهورية العربية السورية، وكذلك المساعدات التي يمكن لسويسرا أن تقدمها لشعبنا للخروج من هذه الأزمة، كما تناقشنا في قضايا ذات اهتمام مشترك. البارحة قمنا بالخطوة الأولى لمقاربة مكونة من مرحلتين، وقمنا بتفاهم جيد مع الهلال الأحمر العربي السوري، حيث تم تسليم 12 سيارة إسعاف، 7 منها لحلب و5 منها لدمشق، وهذه إشارة تضامن منا مع الشعب العربي السوري ومع الهلال الأحمر العربي السوري. فنحن نحتاج لشركاء أقوياء على الأرض، ونحن مصممون على استمرار هذا التعاون. ضرورة تأجيل الديون المتراكمة على الفلاحين وتسهيل عمليات تسويق محصولي القمح والشعير أهم ما ناقشه مجلس اتحاد الفلاحين في الحسكة. عقد مجلس اتحاد الفلاحين بالحسكة اجتماعا في مبنى الاتحاد، تم خلاله مناقشة جملة من القضايا والمطالب التي تهم الفلاحين والقطاع الزراعي بشكل عام، كضرورة تأجيل الديون المتراكمة على الفلاحين وتأمين اللقاحات البيطرية اللازمة لحماية الثروة الحيوانية وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي في وقتها، وتسهيل عمليات تسويق محصولي القمح والشعير وزيادة المقنن العلفي. كان هناك خطوات إيجابية في سبيل تحسين الوضع الزراعي في مسألة التسويق، في مسألة صرف قيم الفواتير، واللي الحكومة مشكورة اللي وفرت السيولة المادية لصرف قيم الفواتير، لكن نحن نحتاج ونطلب من الحكومة الجديدة أن يكون هناك تضافر جهود من أجل بناء الزراعة ونهضة زراعية جديدة في محافظة الحسكة. حكومتنا فعلا ما قصرت وفعلا أدت مجهود وأعطت الفلاحين اللي سوقوا أنتاجهم، أعطتهم مباشرة بدون تردد. يعني الأسعار القمح فعلا مجدية، يعني 100,000 طن شعر مجدي من الحكومة اللي أعطت الفلاحين 100,000. القطاع الزراعي قطاع حيوي وهام وداعم أساسي لاقتصادنا الوطني وأمننا الغذائي، يتطلب بذل جهود أكبر من قبل أصحاب الشأن لتأمين كل ما يلزم ضمن الإمكانات المتاحة. محافظة درعا تبحث الآليات المتعلقة بمتابعة تنفيذ مشاريع الصحة والمياه والصرف الصحي في المحافظة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بحث محافظ درعا محمد خالد الهنوس خلال لقائه الفريق الميداني للجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤلف من ممثلين عن قسم المياه والإسكان وقسم الصحة وقسم المتابعة والإشراف أوجه وسبل الدعم والتعاون ما بين اللجنة الدولية والشركاء الفاعلين على الأرض في المحافظة، حيث شدد المحافظ على ضرورة دعم قطاع الصرف الصحي عبر تزويده بصهاريج وجرارات وسيارات ضخ في مدن إزرع والصنمين ودرعا، ودعا لمتابعة العمل ببعض مشاريع محطات المعالجة المكانية التي توقفت جراء الاعتداءات الإرهابية. دور المنظمات الدولية أيضا بالتنسيق مع الصليب الأحمر، حفرنا آبار نحن 24 بير مدينة، أمنونا مضخات مياه بقدر 225 مليون سوري، عندنا مشروع استراتيجي للمياه أيضا كمان منظمات دولية وبجهد من الحكومة، وهو جر أنابيب المياه. المشروع من خربة غزالة، عندنا 12 بير في خربة غزالة لأرواء مدينة درعا. في عندنا مشاريع بالنسبة بالمياه، يعني بالنسبة للبنية التحتية بالمياه، كمان بالنسبة للصرف الصحي. في لنا مشاريع يعني توفير مثلا
أدوية للرعاية الطبية الأولى وبعض المشاريع الثانية. يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتابع زياراتها للمحافظة والمقرونة بجولات ميدانية للاطلاع على واقع العمل والاحتياجات الفعلية التي من شأنها الارتقاء بواقع الخدمات والتي تعرضت للتخريب الممنهج سيما قطاع مياه الشرب والصحة. لأخبار التلفزيون صفاء الحشيش درعا. وبالعودة إلى خبرنا السابق، فقد حددت الحكومة في جلستها الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء رؤيتها لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تعترضه بما ينعكس إيجابا على المواطن والأسر الريفية الفقيرة. قطاع الزراعة الذي يشكل أكثر من ربع الناتج المحلي في سوريا ويشتغل فيه أكثر من نصف القوى العاملة وخاصة المرأة كان الموضوع الأبرز على طاولة الحكومة في جلستها الأسبوعية. الحكومة حددت رؤيتها لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تعترضه بما ينعكس إيجابا على المواطن والأسر الريفية الفقيرة، وأقرت 3 مشاريع زراعية، أولها مشروع تشجيع الزراعات المنزلية من خلال تقديم منحة إنتاجية للأسر الريفية الفقيرة تساعدها في إقامة نشاط زراعي أسري سواء زراعي أم حيواني، ومن المقترح تنفيذ ما يقارب 5000 حديقة منزلية كمنحة مجانية بشكل سنوي بمختلف المحافظات. وسيتم في الجلسات القادمة مناقشة باقي مكونات دعم التنمية الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية كالحبوب والأقطان بالإضافة إلى الحمضيات والشوندر السكري والتفاح والعنب. تم مناقشة عدد من المواضيع التنموية الهامة التي تخص القطاع الزراعي. أولى هذه المواضيع موضوع دعم وتشجيع الزراعات الأسرية لما لذلك من أهمية في تأمين مصدر دخل للأسر الريفية وتحسين سبل العيش لديهم. المشروع الثاني مرتبط بقطاع الدواجن، تضمن أقرار الحكومة السماح باستيراد الأعلاف مع إيجاد آلية دعم حكومي لمعامل الأعلاف المحلية بهدف الوصول إلى سعر أقل وتنافسية مطلوبة وأعطاء دور أوسع للمؤسسة العامة للأعلاف لتأمين المقننات العلفية لمربي الدواجن، والطلب من المؤسسة العامة للخزن والتسويق إيجاد آلية لتخزين فائض الإنتاج بهدف تحقيق التوازن السعري في السوق، إضافة إلى أطلاق مشروع التربية المنزلية للدواجن وتأمين المتطلبات اللازمة له. موضوع دراسة واقع الدواجن وما تعانيه وما يعاني هذا القطاع من صعوبات تتمثل بموضوع صعوبة تأمين الأعلاف وغلاء تكاليف أو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقد تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة التي سيكون لها منعكس إيجابي على إعادة التربية خاصة للمربين الصغار ودعم هذا القطاع الهام وتوفير مادة الفروج والبيض وصولا إلى إعادة النهوض بهذا القطاع الذي تأثر بشكل سلبي خلال الفترة الماضية. المشروع الثالث الذي أقرته الحكومة هو تشكيل فريق عمل تخصصي لتطوير وتشجيع الصناعات الزراعية، حيث حددت الحكومة وسائل تشجيع الصناعات الزراعية التي تشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي ودورها في رفض الأسواق الداخلية بالمنتجات الصناعية المحلية ورفع نسب التصدير لتأمين القطع الأجنبي لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. موضوع الصناعات الزراعية لما لذلك من أهمية كبيرة. الصناعات الزراعية سيتم تشكيل فريق نوعي ومتخصص بعد أن أنجز مركز السياسات الزراعية في وزارة الزراعة دراسة حول تطوير الصناعات الزراعية من وزارة الصناعة ووزارة الزراعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد لتطوير هذا النشاط الهام وتشجيعه على مستوى القطر لما لذلك من منعكس اقتصادي إيجابي على الاقتصاد الكلي في سوريا. الحكومة ناقشت آلية تنفيذ وأطلاق مشروع دعم المرأة الريفية التي تشكل 50% من اليد العاملة بالقطاع الزراعي في الريف، واتخذت الإجراءات اللازمة له من خلال منحهن قروضا تشغيلية لتأسيس مشاريع متناهية الصغر مولدة للدخل بما يساهم في إحداث التنمية الريفية وتوفير فرص العمل لتشغيل الأيدي العاملة
عاملة وتأمين استقرارها في الريف، والطلب من وزارة الزراعة تحضير البيانات اللازمة بالتنسيق مع باقي الجهات التي تقوم بأعمال مشابهة وتوحيدها ضمن مرجعية واحدة. وبطروحات نابعة من صلب ومفرزات الأزمة، ناقشت الحكومة مسودة بيانها الوزاري حول برنامج عملها للفترة المقبلة، وحددت أولويات العمل بدعم المؤسسة العسكرية والجانب الاقتصادي لدوره في توفير احتياجات المواطن الأساسية. وتوسعت مباحثات الوزراء حول سبل معالجة موضوع حرائق الغابات والاحتطاب الجائر، خاصة حريق المناطق الحراجية في سهل الغاب، ومحاسبة المقصرين في الحد من هذه الحوادث، حيث أقرت الحكومة إعفاء مدير منطقة الغاب ورئيس دائرة الحراج ورئيس البلدية وإحالتهم على التحقيق والعمل على توفير مستلزمات إطفاء الحرائق من آليات وكوادر بشرية. كما بحثت الحكومة آليات مكافحة تهريب المشتقات النفطية والمواد الغذائية عبر المنافذ البرية والبحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووافقت على مشروع قرار تخصيص محافظة حماة بمبلغ قدره 215 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لتنفيذ طريق تل الغار مركز ري المشرب، ويربط الطريق المنطقة الغربية مع مدينة إسقلبية. كما وافقت على مقترح وزارة الأوقاف بترميم التكية السليمانية. تفعيل دور الفلاحين بوضع خطة للمحافظة على المنتجات الزراعية ومعالجة المشكلات التي تواجهها الثروة الحيوانية وتشجيع الزراعات المنزلية من الأولويات التي تعمل عليها الحكومة في مجال القطاع الزراعي، وهذا ما سينعكس على قطاعات أخرى ويعود بالمنفعة على حياة المواطن والفلاح. بلال معروف، التلفزيون العربي السوري، مجلس الوزراء. تمويل عدد من المشاريع المستقبلية ومشاريع الدعم النفسي للأطفال أهم ما تم بحثه خلال اجتماع محافظ حمص مع مارك أوهانيان المشرف على منطقة الشرق الأوسط في الجمعية الخيرية الأرثوذكسية العالمية. التقى محافظ حمص طلال البرازي السيد مارك أوهانيان المشرف على منطقة الشرق الأوسط في الجمعية الخيرية الأرثوذكسية العالمية. يرافقه قدس الأب ألكسي شحادة المدير العام لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. تعتبر الجمعية الأرثوذكسية العالمية هي الممول الرئيسي والأكبر لمعظم المشاريع التي قامت الدائرة بتنفيذها في محافظة حمص من ترميم مدارس ومراكز إيواء وبرامج طبية. نحن جينا اليوم لهون مع الأخ مارك أوهانيان والأخ روي عزاري اللي هن مسؤولين عن المنظمة اللي بسموها الـ IOCC، هي منظمة أو الكنيسة الأرثوذكسية العالمية الخيرية، لحتى يطلعوا على هالأعمال اللي هن بمولوها بحمص. وزرنا بعض البيوت اللي رممناها، وهلأ رايحين على محل اسمه كمان اسميناه دار السلام، وكان ميتم قديم ولكن حبينا نحن نعطيه صبغة جديدة أن يكون للجميع، ولذلك اسمينا دار السلام. يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون بين محافظة حمص والجمعية الأرثوذكسية العالمية لتأمين احتياجات المحافظة من تمويل عدد من المشاريع المستقبلية، إضافة إلى مشاريع دعم نفسي للأطفال على غرار ما تم تنفيذه في باقي المحافظات. دعا أعضاء مجلس محافظة حمص إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من الحرائق التي تشهدها المحافظة، وخاصة في منطقة تلكلخ، وتوزيع الصهاريج مياه في عدد من المناطق. وطلب أعضاء المجلس خلال دورته العادية الرابعة بسماح بترخيص الآبار في تلكلخ وإعادة العمل بمنشأة دواجن حمص والاستفادة من المساحات الزراعية في المناطق الآمنة دعما للزراعات المحلية. وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة وضع ضوابط للأسعار من قبل مديرية تجارة داخلية وحماية المستهلك، والموافقة على تفعيل العمل بالبطاقة الأسرية التي اقترحتها اللجنة الاقتصادية بالمحافظة لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والتموينية، وإعادة فتح سوق الهال في المدينة ووضع ضوابط لبيع القمح. وأجاب المديرون المعنيون على مداخلات الحضور وأكدوا أن مديرياتهم ستعمل على إنجاز المقترحات حسب الإمكانات المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية. وفي حماة طالب أعضاء مجلس المحافظة بإيجاد حد لعمليات توزيع المازوت المخصص للزراعة خلال فترة الحصاد واضطرار الفلاحين لشراء المادة بأسعار عالية من تجار السوق السوداء. ودعا الأعضاء خلال أعمال دورة المجلس العادية الرابعة الجهات الحكومية إلى التخفيف من معاناة المواطنين، ولا سيما تلك المتعلقة بإنجاز المعاملات وقمع مخالفات البناء في منطقة مصياف التي شهدت ازدياداً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وأكدوا ضرورة تشديد الرقابة التموينية على جميع أسواق المحافظة وإيجاد سبل إعادة الزراعات من قطن وشوندر سكري إلى منطقة الغاب وتأمين المستلزمات الأساسية من محروقات وبذار وسماد بكميات كافية وفي وقتها المحدد وتأمين تسهيلات إضافية بموضوع تسويق الحبوب. بهدف إعداد جيل سليم قادر على صياغة ملامح سوريا، افتتحت في كلية التربية في جامعة حلب الدورة التدريبية لإعداد أكثر من 400 مشرف وحدة وفرقة طلعية. لأنهم من سيبني الإنسان غاية الحياة ومنطلقها، افتتحت في كلية التربية بجامعة حلب الدورة التدريبية لإعداد أكثر من 400 مشرف وحدة وفرقة طليعية. التحدي الأكبر في المرحلة القادمة هو بناء الإنسان، وفي الحالتين تقع المسؤولية على المعلمين منذ نعومة أصفار هؤلاء الأطفال، فعليهم أولا أن يتحلوا بحب الوطن، علينا أن نعيد إعمار سوريا بالفكر والعلم والأخلاق. المهمة الأساسية لنا كمربين ومعدين للمربين في كلية التربية ولمديرية ووزارة التربية والمنظمات الطلابية كمنظمة طلائع البعث هي إعداد المربي، نكمل الدور الذي تقوم به الأسرة في المنزل. هذه الدورة هي صقل هؤلاء الطلاب الدارسين، طلاب كلية التربية معلم صف سنة ثالثة ورابعة، ليعرفوا كيف يتعاملوا مع طفل في مدارسنا. الهدف منها الأساس هو الوصول إلى كيفية التعامل مع الأطفال، خاصة أطفالنا أطفال سوريا في هذا الواقع الراهن وفي هذه الأزمة التي مروا بها، يحتاجون إلى مزيد من العناية. مثل هذه الدورة راح تساعدنا على أن نتعلم مشان نعطي الطالب الشيء الأفضل والشيء اللي يستفيد منه ليقاوم الصعوبات اللي عم نواجهها بهالفترة الحالية. نشطونا لحتى نقدر ننشط الطلاب ونساعدهم أكثر لحتى يكونوا أقوياء وندافع عن الوطن. الدورة من شأنها إعداد جيل جديد من المعلمين يعملون على التخفيف من الرواسب التي خلفتها الأزمة في نفوسهم، وهي البداية الصحيحة لإعادة بناء جيل سليم قادر على صياغة ملامح سوريا أكثر تجددا. لأخبار التلفزيون عامر عليوي حلب.